بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الذي لا يصلي ليس بمسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. والأدلة من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة كثيرة. ولا يكفي أن هذا الذي لا يصلي أن ينقل، بل يجب عزله عن الوظائف، بل يجب قتله إذا لم يتب إلى الله حافظ على الصلاة، فإنه يستتاب، إن تاب وإلا قتل. وما فعلته معه هذا هو الواجب عليه، من النصيحة، تذكير بالله، وإذا لم يقبل وأصر على ترك الصلاة فإنه يجب قتله. ولا يكفي أنه ينقل من الوظيفة، بل أصل توظيفه غلط. لا يجوز يولى كافر أعمال المسلمين، لأنه يكون قدوة لغيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل سأل ربه الشفاء من مرض البرق، هل فعله هذا من الاعتداء في الدعاء؟ وهل تركه من القنوط من رحمة الله؟ هذا معلوم أن البرق ليس له شفاء، فدعاؤه الدعاء عبادة بلا شك. قوله يدعو الله ويتبرع إليه يؤجر على الدعاء. وأما البرق فهو من الأمراض التي ليس لها شفاء. فلو أنه دعا الله بأشياء أخرى، دعا الله بالمغفرة، دعا الله بالتوبة، ودعا الله في أمور محل للدعاء، كان من دعائه شيء معلوم أنه لا يشفى، كما والذي جعل هذا المرض هو الله سبحانه وتعالى. وما علم أن مريضا بالبرق شفي إلا ما أجرى الله على يد عيسى عليه السلام معجزة له، تبرئ الأكمى والأبرص، معجزة لعيسى عليه السلام. والمعجزة لا تكون إلا على يد من جعلت آية له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: هل تحتجب المرأة المسلمة عن مولاها؟ تعني معتق، كانت تعني معتق، نعم تحتجب عنه، وإن كان مولاها بالعز والعز فهي أجنبية، خرجت عن ملحه، لا تحتجب عنه يوم كانت في ملحه. أما بعد أن عتقت صارت حرة غير مملوكة، يجب عليها الاحتجاب منه، وإن كانوا يرثها بالولاء. فمثلا لا يلزم من الإبن المحرمية، ابن العم يرث وهو ليس بمحرم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد في السنة أن من أرهق مؤمنا أثناء الصلاة فقد أبكى ألف ملك، وإن لم يصح فما هو الإثم المترتب على ذلك؟ أنا لا أعرف بهذا الحديث أصلا، ولكن لا يجوز للمسلم أنه يشغل أخاه عن صلاته، لا يجوز للمسلم أنه يشغل أخاه عن صلاته ويشوش عليه. وإذا كان المرء بين يدي المصلي يمنع من المرور وعليه الوعيد الشديد، فإن الذي يمسكه ويشغله عن صلاته من باب أولى، إذ المرء قد يحتاج إلى المرور، ولكن هذا ما له حاجة في المذكور.
وإضحاك المصلي وإلهائه عن صلاته فعليه إثم عظيم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في المقبرة؟ وإذا صلى المرء جاهلا في مقبرة فهل تصح صلاته أم لا؟ وهل يؤمر بإعادتها؟ لا تجوز الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة. لا تجوز الصلاة في المقبرة، لا صلاة فريضة ولا صلاة نافلة، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد، يعني محلا للصلاة. والنهي يفيد الفساد، فمن صلى في مقبرة فريضة فعليه أن يعيدها لأنها مدين على، وأما النافلة فلا تعاد. النافلة لا تعاد، لكن لا يعود لمثلها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: صديقي يريد أن يبيع السيارة، فقلت له: اذهب بها إلى حراج السيارة والقيمة التي تبلغها من الحراج سوف أشتريها بك، فهل هذا العمل شرعي؟ لا، لا بأس بها أن تقول: هذه السلعة أنا أريدها، أعرضها للزبائن للثوم، وآخذ الثوم أنا أزود عليه وآخذها به لأجل تعرف قيمتها، لا بأس بذلك. ليس في هذا ظلم لأحد ولا غش لأحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لا تزود على الثوم، لا تأخذ هذا الثوم الأخير، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتم أحدكم على ثوم أخيه. فإذا خرجت الثوم وزدت عليه ألا بأس أن تشتري. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم لبس النعال داخل المقبرة؟ لا بأس به إذا كان لحاجة، المقبرة فيها شوك أو فيها حفا أو رمضة، بشرط أن لا يدوس على القبور، بشرط أن لا يدوس على القبور. فإذا كان يمر مع طريق أو من بين القبور ويحتاج إلى لبس النعلين لتوقي الرمضة أو الشوك فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المسنونات للزوجين في ليلة الزفاف؟ الدعاء أن يدعو الله أن يجعلها مباركة، وأن يجعلها صالحة، يدعو الله بصلاحها وأن تكون مباركة عليه. قد ذكر العلماء أنه يصلي ركعتين نافلة ويدعو الله، فلا بأس بذلك. طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الموالاة والتولي للكفار؟ لا فرق بينهما. الورد في القرآن التولي: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. فالتولي والموالاة بمعنى واحد. وقد بحثنا لنعرف هل هناك فرق ولم نجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بحق لا إله إلا الله، فهل هذا جائز؟ وما معنى هذه الكلمة؟ التوسل إلى الله بالتوحيد جائز، لكن بغير هذا اللفظ، أن يقول: أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، بدون أن يقول بحق لا إله إلا أنت، أن يقول: أسألك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت، كما قال ابن نوح عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بهذا اللفظ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة الحديث.
فما معنى قوله سلقة؟ وما معنى قوله من صفر؟ وما هي الواقعة؟ الحلقة لا يلبس على العضو من الشيء المدوى كما يلبس على العضد أو على الذراع أو على الساق، ما يلبس من الشيء المدوى من صفر صفر نوع من المعادن نوع من الحديد أصفر لونه أصفر يسمى بالصفر وهو معدن معدن حديد. والواحدة الحمى، الواحدة هي الحمى، وهذا من الشرك. قوله صلى الله عليه وسلم للذي لهذا الرجل انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما زحت أبدا. نعم. والواجب على المسلم أن يتعالج بالعلاج الشرعي من الرقية ومن الأدوية المباحة، أما الخرافات والشعوذات فهذه لا يجوز للإنسان أن يستعملها لأنها من الشرك والاعتماد على غير الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم الإيداع في البنوك الربوية بدون أخذ الفوائد؟ الإيداع لأجل الحفظ فقط يجوز عند الضرورة إذا لم تجد مكانا تأمن به على أو تأمن فيه على مالك، يجوز أن توجعه في البنوك لأجل الحفظ فقط لا لأجل أخذ الفوائد الربوية عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أرى بعض الشباب المتدينين ولا سيما من طلبة العلم يقومون باستخدام الخادمات بدون محرم، فما حكم هذا؟ وإذا نصحت أحدا من العامة عن استخدام الخادمات بدون محرم قال: لو كان حراما ما فعله فلان وفلان من طلبة العلم، فما هو التوجيه؟ المحرم استخدامه هنا في السفر بدون محرم، أنهم لا يأتين من بلادهن بدون محرم ويذهبن إلى بلادهن بدون محرم، فالمحرم يشترط للسفر. أما وجودها مع الأسرة في البيت هذا لا يحتاج إلى محرم، لكن بشرط أن لا يخلو بها وأن تتحجب عنه، وإذا كانت مع أسرته ومع نسائه متحجبة ولا يخلو بها فلا بأس بذلك، إنما المحرم يحتاج إليه في سفرها ذهابا وإيابا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا حلف شخص ورأى خيرا منه وأراد أن يكفر، سؤال: هل يعمل الأصلح ويكفر أم لا بد؟ يقول عبد الله عنكم: إذا حلف شخص ورأى خيرا منه وأراد أن يكفر، السؤال: هل يعمل الأصلح ويكفر أم لا بد أن يكفر أولا ثم يعمل الأصلح؟ كلاهما جائز، كلاهما وردت فيه الروايات أنه يقدم الكفارة ثم يعمل الأصلح أو يعمل الأصلح ثم يكفر، كله جائز، المهم أنه يكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا نصحت من عندهم دش يقول: لو كان حراما ما طلع فيه العلماء هو الدعاء، فما أرد عليه وما توجيهكم في ذلك؟ العلماء والدعاة ما يطلعون في الدش، يطلعون في التلفزيون المحلي فقط الذي يخرج منه، الذي يظهر فيه انما هو التلفزيون المحلي، اما الدشوش فلا يخرجون فيها لان تاتي من الخارج وليست من بلادنا. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، هذا التائب يقول: تقوم بعض مدارس البنات الثانويه بالطرد من الطالبات في السنه الثالثه الثانويه بانهم هذا التائب يقول: تقوم بعض مدارس البنات الثانويه بالطلب من الطالبات في السنة الثالثة الثانوي بأن يقمن بخياطة زي خاص يسمى بارو يلبسنه في حفلة الأمهات بمناسبة قرب تخرجهن من الثانوي، وصفة هذا الزي أولا أنه على هيئة بارو مفتوح من الأمام وطويل الأكمام، ثانيا يلبس فوق مريول المدرسة، ثالثا لا يوجد معه قبعات الرأس
ولا يشبه عباءة التخرج الغربية ولا الكاف. رابعا تكلفته 100 ريال تقريبا. السؤال موجه من الطالبات لفضيلتكم، هل يجوز هذا اللباس وهل تجوز خياطته وارتداؤه في هذا الحفل وما هو توجيهكم؟ لا نرى ان هذا اللباس يتخذ ويصنع لاجل هذه المناسبه. هذه المناسبه لا تحتاج الى لباس خاص. المطلوب ان الطالبه تستتر باللباس المحتشم، واما ان يفرض عليها لباس خاص للحفل فهذا لا ينبغي، لان هذه تقاليد فاسده. إلزام الطالبات بزي خاص للحفل أو للتخرج هذا من التقاليد الفاسدة، وأيضا فيه تكليف للطالبة، تكليف بدني للخياطة أو تكليف مادي للنقود، ولا حاجة إلى هذا، لا حاجة إلى هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل طلب المال من التجار أو من الأمراء للزواج مسألة منهي عنها إذا كان الشخص عاجزا عن توفير المال المطلوب منه؟ قوله يستعفف ولا يسأل الناس. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ألا أحسن لهم الاعتقاد ويتكسب هو حتى يحصل على البعض ويستغني عن الناس. ولا شك إذا كان محتاجا إلى الزواج وليس عنده شيء، وكونه ينتظر يخوض عليه مصالح أو عليه مشقة، لا بأس أن يستعين بأهل الخير وأهل الفضل من الأمراء وغيرهم. أما إذا كان يمكنه الصبر ويمكنه الاكتساب وكونه يستعفف عن السؤال أحسن له من السؤال، لأن السؤال إلا وحاجة إلى المخلوقين، وهذا مكروه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سيدة تقول: أنا امرأة كنت حاملا في الشهر الثالث والنصف، ثم قلبت غسالة الملابس، وبعدها بيوم حصل لي نزيف استمر معي 20 يوما، ثم بعدها سقط الحمل الذي في بطني. هل علي كفارة بهذا الفعل؟ وإذا كانت علي كفارة فما هي؟ أخطأت في هذا العمل. الواجب على الحامل أن ترفق ولا تتحمل الأثقال والأشياء التي تؤثر على حملها، لأن حملها أمانة في بطنها تحافظ عليها. ولكن ما دام الحمل ليس له إلا شهر ونصف دون 4 أشهر، الحمل إذا كان دون 4 أشهر وسقط ليس فيه كفارة، لأنه لم تنفخ فيه الروح، ليس فيه كفارة لأنه لم تنفخ فيه الروح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يكحل عينيه؟ الاكتحال سنة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يكتحل بحكمه ليلة بعد ليلة، فيه منفعة للبطر وهو سنة لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يقال دعاء الاستفتاح الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إلى آخره، هل يقال في الصلوات المفروضة أم في النوافل فقط؟ تكبيرة الإحرام الله أكبر ولا يزاد عليها شيء، يقال كبيرة ولا سبحان الله فتوى أخيرا، وإنما يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم يأتي بعدها بالاستفتاح. وأنواع الاستفتاح واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ، أصحها وأكثرها استعمالا: سبحانك اللهم وبحمدك، تباركك تعالى جل ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ ذلك.
وفي تهجده بالليل إذا قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة فتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيضا هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل. كذلك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وفي ذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيضا هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مستقلة في بيان أنواع الافتتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها طالب العلم، وهي مطبوعة مستقلة ومطبوعة المجموع. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول متى ظهرت العلمنة وهل هي مذهب أو فكر وهل هو كفري أو غير كفري وكيف الحذر منه ومن دعاء؟ والله نسمع عنها وكل يوم يظهر بلاء، كل يوم يظهر بلاء جديد ولا تستغرب، ولأن يكون في آخر الزمان والفتن تكثر في آخر الزمان، ولا لم يتحرر معنى العلم تماما لأن فيما يظهر لي أنه لا يحرم شيء، وإنما يكون الناس على منهج واحد في جميع العالم في الاقتصاد وغيره، لا يكون هناك فارق بين المسلمين والكفار. يعني فيما يظهر لي أنه هو العلم، وإما سمعت أنه هو العلم. أما دراسة متخصصة عن هذا الموضوع فلا ليس عندي منها شيء، ولكن الآن معقول المؤتمر في مصر في رابطة العالم الإسلامي عن العلمنة، فلعله تظهر فيه بحوث وقرارات يستفيد منها المسلمون إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول من المعلوم أن من جميع مالك من الربا لا يحل أكل طعامه، وإنني يا صاحب الفضيلة مبتلى بجار حلفه هذا وهو متخلف عن صلاة الجماعة، وأنا أحاول مناصحته وإهداء كتبي والأشرف له، ولكنني في حيرة من أمري بالنسبة لطعامه إذا رددته حيث يصيبه ذلك بالنزول وعدم قبول النصيب. السؤال هل آخذ طعامه ثم لا آكله فأتركه حتى يسكت أم ماذا أعمل؟ إذا كنت متيقنا من هذا الطعام أنه من الحرام فلا تأخذه، لا تأخذه وقل اعتذر بإني لست بحاجة إليه أو إني أنت مسعودا، أما أن تأخذه وتتركه يسكت فلا، لا تأخذه. وإذا أخذته وأن تعلم أنه من الربا فإن هذا يشجعه على الاستمرار في الربا، ويقول أنك تأخذ تأخذ ولو في شيء ما أخذ، فقول تتركه هذا مما يدعوه إلى التوبة من الله عز وجل. إذا أخذته فإنه ربما يطمئن أكثر إلى ما هو عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هناك بعض الأسواق تستخدم بها بطاقة الصراف بدلا من قرض النقود من المشتري، فهل هذا الفعل جائز في المبايعات؟ يعني بمعنى أنه إذا باع عليك سلعة أنه يستخدم الصراف لأجل أن يسحب من حساب من رصيدك لحساب المحل الذي اشتريت منه، لا بأس بذلك إذا كان هذا هو المعنى أنهم يطلبون من حساب الثمن السلع التي اشتريتها ويسجل في حساب البايع، فهذا لا بأس به إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ابتلاني الله عز وجل بتأويل الرؤى حيث يقع ما أولته مثل ما هو،
حيث أقوم أولا بداية التأويل فأذكر صاحب الرؤيا بالله، ولكن أجد في نفسي حرجا في تأويل الرؤى على أنها لا تقع إنما هي بإذن الله. السؤال: هل أستمر في نفع المسلمين بالتأويل أو أتوقف؟ وإذا توقفت هل يعتبر هذا من حسنان العلم؟ أفيدونا وفقكم الله. هذا ليس لك عن المسلمين، بل هذا مما يحدث عند المسلمين المتاول والشكوك، ولا ينبغي للإنسان أن يمتحن هذه النعمة ويتفرع ويستقبل أسئلة الناس في الأحلام كما يفعله بعض الجهال. لا تعمل هذا ولا تستمر عليه، لكن إذا حصل بعض الأحيان شيء عارف وأولته من غير أن تتعاطى هذه النعمة وتعرف بها فلا بأس. أما أن تهيئ نفسك لهذا الشيء وتفتح زاوية في الجرائد أو في الإذاعة أو غير ذلك أو تجلس في بيتك في المعبرين، فهذا أمر لا يصلح، لأن فيه وتعبير الرؤيا أغلبه تخرج أو بعد علم تخرج من المعبر، قد يصيب وقد لا يصيب. ليس هذا من العلم وليس هو من كتمان العلم، ليس إذا امتنعت هو من كتمان العلم، وإنما هو من الابتعاد عن هذه المحاليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أخذ شعر الوجنتين للتجمل للمرأة فقط؟ المرأة لا تأخذ بالوجهين شيء، شعر الوجه ولا الحاجبين، إلا إذا كان شعر الوجه مشوها للوجه أو يخلط لها شارب أو لحية يشوه وجهها فلا بأس أن تزيله. أما إذا كان وجهها عادية ليس فيه تشويه فإنها لا تستعمل هذا الشيء الذي يسمونه الحفل، يسميه الفقهاء بالحفل، وآخذ شعر الوجه إذا كان عاديا ولا يشوه الوجه فإنها تكفر. نعم. يعني بعض العلماء يرى أنه ينظر، يرى أن آخذ شعر الوجه يدخل في النظر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: ما هي الطريقة الشرعية في الرقية؟ وهل يقرأ على ماء ثم يشربه المريض، أم ينفث عليه ماء، أم ينفث عليه مباشرة، أم يرميه من خلال التلفون؟ الطريقة الشرعية ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفث على المريض أو موضع الإصابة منه ويقرأ آية، ويقرأ سورة الفاتحة، سورة الإخلاص والمعوذتين، وما يتيسر من الأدعية بالشفاء، الأدعية من الكتاب والسنة بالشفاء، أو أنه يقرأ في ماء ويسقاه المريض. هذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل العلم أيضا من الرقية أن تكتب الآيات والأدعية على مكان نظيف من صحن أو إناء أو أوراق، ثم تمحى بالماء ويشرب المحو، محو الكتابة يشربه المريض. هذه الأنواع. أما القراءة في الهاتف فهذه لا أصل لها، والمريض له عندك ولا يصل إليه النفس، ما يصل إليه النفس، وليس هو نفسا فيما يشرب، إنما هو ضياع. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. وعلى السائل يقول: هل يجوز لخالد أن يتزوج ابنتي؟ خالد إيش يقول؟ يقول عبد الله عنكم: هل يجوز لخالد أن يتزوج ابنتي؟ لا يجوز لخالد بمعنى أنه أخو أمك أن يتزوج ابنتي، لأنه خال لها، خالك خال لابنتك وابنتي، ابنتك وابنتي، بنتك، مهما نزلنا. إذا كان المقصود أنه أخو أمك أو أخو جدتك أو أخو جدتك
يعني اخو لامهاتك او لجداتك، الا يجوز له ان يتزوج من بناتك وبنات اولادك لانه قال لهن من النسب او من الرضاع. لا احسن الله اليكم صاحب الفضيله. وهذا السائل يقول: هل على المرتد قضاء للصلاه والصيام اذا عاد الاسلام وتاب من ردته؟ ليس عليه بذلك، التوبه تجب ما قبلها، فاذا تاب الى الله توبه صحيحه فانه لا يقضي ما تركه وقت الرده. نعم السلام عليكم صاحب الفضيلة. عندما ذكروا من الحج بعض العلماء يقول الحج يعيده، وأما غيره فلا يعيده. نعم السلام الله عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل لا يصلي، عقد على امرأة ثم صلى قبل الدخول بها، هل يجدد العقد ولو صلى بعد الدخول؟ ما يقول؟ عفى الله عنكم، رجل لا يصلي وعقد على امرأة ثم صلى قبل الدخول بها، يعني تاب، صلى يعني تاب. نعم السؤال ما هو لا يصلي يعني تارك للصلاة، وعقد على امرأة هو تارك للصلاة على امرأة مسلمة، هذا لا يجوز ولا يصح العقد. ثم تاب بعد ذلك يعاد العقد، إذا تاب يعاد العقد من جديد، لأن العقد الأول غير صحيح. قوله تعالى: ولا تمسكوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تمسكوا يعني لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا. قال سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا تلحقوهن، فإن علمتم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهن، وتارك الصلاة كافر لا يصح عقده على مسلمة. لكن إذا تاب توبة صحيحة فإنه يعقد له من جديد. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يسكن معي شخص مسيحي، كذا يقول، ويقول يسكن معي شخص مسيحي، نعم، ويقول لي يا أخي ونحن إخوة ويأكل معنا ويشرب، فهل يجوز هذا العمل وما هو واجبي تجاهه؟ الواجب أن تبتعد عنه ولا تسكن معه، لأنه عدو لله ورسوله وعدو لك، وسكناك معه والانبساط معه ومصادقته ومصاحبته هذا يتنافى مع الولاء والبراء، عليك أن تبتعد عنه. وإذا قال لك يا أخي قلت لك لست أخا لي، أنت أخ للشيطان لست أخا لي، عيب التساهل في هذه الأمور. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تعد هذه الصورة من بيع العينة؟ باع زيد على عمرو سيارة ب30,000 ريال حاضر، ثم اشتراها زيد مرة أخرى من عمرو ب20,000 ريال حاضر. إيش؟ يقول: باع زيد على عمرو سيارة ب30,000 ريال حاضر، ثم اشتراها زيد مرة أخرى من عمرو ب20,000 ريال حاضر. نعم هذه هي العين، لأنه يعني الحقيقة باع 20,000 ريال، وجعل السيارة مجرد حيلة، جعل السيارة مجرد حيلة، وإلا هو في الواقع أنه دفع 20 ولم يسترد بدلها 30، وجعل السيارة حيلة صورة بيع، هذا حرام ولا يجوز، وهذا احتيال على الربا. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل أرسل بورقة قد انتشرت وفيها هذا البيت القدسي، وفيه: يا ابن آدم لا تخفني من ذي سلطان ما دام سلطاني وملكي لا يدوم، لا تخف من ذوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة لا تنفع، خلقت الأشياء كلها من أجلك وخلقتك من أجلك إلى آخر، ويسأل هل هذا الحديث القدسي صحيح؟ لا والله لم يعد إلى أحد. ما دام لم يعد إلى أحد يجعله مخبار،
ما لازم يجيب من رواه يجيب مستنده، ولا يجوز ينشر مثل هذا، لا يجوز ينشر يوزع على الناس شيء الا بعد ان يذكر مصدره ومخرجه ومستنده يشافه صحيح او لا. اما بس مجرد حديث كذا بدون سند وبدون مد وبدون ذكر الراوي والكتاب الذي نقل منه فهذا لا يجوز توزيعه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأفضل للشخص الرائد المنام أن يقصر رؤياه سواء كانت خيرا أو شرا، ثم ما الدليل على ذلك؟ إذا رأى الإنسان ما يكره فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أمور إذا فعلها لا تضر هذه الرؤيا. أولا أنه يغير جنبه الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر. ثانيا أنه ينفث عن يساره ثلاث مرات، ينفث عن يساره ثلاث مرات. ثالثا أنه يدعو ويقرأ الورد من آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين ولا يضره ولا يحدث بها أحدا، لا يحدث بها أحدا ولا يفكرها بل يتركها ولا تضره. أما إذا رأى رؤيا خير فإنه يذكرها للناس ويفكرها، أدامت إذا رؤيا شارة فإنه لأنها من المبشرات فيفكرها ويتفاءل خيرا ويذكرها لمن يحب من أحبابه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أحد المعبرين للرؤى عبر رؤيا علاج، وهي أن يأخذ كيلو سدر وكيلو شب وكيلو ملح ثم يأخذ منه يقول أحد المعبرين للرؤى عبر رؤيا علاج، وهي أن يأخذ كيلو سدر وكيلو شب وكيلو ملح. هذا خلق للتعبير مع الدواء، تعبير ما يدخل في الدواء، تعبير تعبير والعلاج علاج غير التعبير. هذا خلق في الحقيقة، وهذا لا يجوز انه يروج على الناس، ويجب منع هذا الشخص من هذا التلبيس على الناس. لا علاقة للتعبير بالعلاج، علاج شيء والتعبير شيء آخر. وسدر هذا ذكره العلماء كما في فتح المجيد وغيره انه يعالج من السحر، ياخذ سبع ورقات سدر وخضرا ويدقها ويضعها في ماء ويقتتل به. هذا ذكره في فتح المجيد وغيره. واما انه يربط هذا التعبير الرؤيا فهذا من التخريب والتلبيس على الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قوله يقرأ عليه، يعني يضع السدر في الماء ويقرأ عليه الرقية ثم يغتسل به. نعم. راجعوا في فتح المجيد في شرح كتاب شرح باب ما جاء في السحر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما حكم اتصال بالساحر عبر الآن لعمل السحر بشخص أو سؤاله عن سحر، لأن هذا موجود في هذا العصر؟ إذا اتصل عليه الناس وسأله فقد أتى، يشمل أنه يذهب إليه في مكان أو أنه يتصل عليه الآن، هذا إتيان له فلا يجوز هذا العمل. لا يجوز أن يذهب إليه ولا أن يتصل به ولا أن يكتب إليه رسالة ويسأله. الساحر والكاهن لا يجوز للمسلم أن يسأله مطلقا، لا بواسطة الهاتف ولا بواسطة الكتاب ولا بواسطة الذهاب إليه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال: لا تأتهم، لا تقطع العلاقة معه ولا تتصل به أو تسأله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نشر عنكم يا صاحب الفضيلة في هذه الأيام مقالة في جريدة الجزيرة في تاريخ 28/11
1422 ترد فيها على من قال إن التلقين في مدارسنا بالضراء، فهل هذا الرد لفضيلتكم؟ نعم، هذا رد. أنا الذي كتبته وأنا الذي نشرته، ردا على من يقول إن التلقين، إن التعليم عن طريق التلقين أنه تلقين ضد الغاوي، لم نجني منه إلا الحنظل، لم نجني منه إلا الحنظل. فأنا رددت عنه لأنهم يريدون تغيير المناهج استجابة لأفكار أعدائنا من الكفار، يريدون تغيير مناهجنا واستبدالها بمناهج غيرها ترضي أعدائنا، ونحن لا نرضى بهذا ولا نقبل أبدا أن تغير مناهجنا التي قامت على الكتاب والسنة وعلى العلم النافع، ولا نرضى لأحد يتدخل بها ولا ينظر فيها إلا أهل العلم، ما ينظر فيها أي واحد ما حب وجد من كلامه الله ينظرون في مناهجنا ويغيرون فيها ويبدلون. المناهج تحت نظر أهل العلم، هم الذين وضعوها أولا وقرروها، فتعرض عليهم إذا كان هناك ولا حوار ولا أشياء، تعرض على أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم استخدام غير المسلمين في العمل في هذه البلاد المسلمة؟ وهل يعتبر لهم حكم أهل الذمة؟ لا، أهل الذمة أن يدفعون الجزية ويسكنون في بلادنا، يدخلون سكنا في بلادنا ويدفعون الجزية، هؤلاء هم أهل الذمة. أما أن يخرجون من الكفار إلى بلادنا بإذن من ولي الأمر أو يأكل للعمل، فهؤلاء ليسوا أهل الذمة، هؤلاء مستأمنون، هؤلاء يسمون بالمستأمنين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل أرسل بهذه الورقة ويقول إنها تسمى ببابة الشتاء الموجودة في أسماء الله الحسنى، ويقول فيها إن اسم الله النافع يعالج من العظام، واسم الله رضي الله عنه يعالج من آلام الركبة. هذا كتبنا عليه في دار الإفتاء، كتبنا عليه فتوى في رده ونقله، رد عليه ويقوم بها في دار الأحد، يروح ياخذ منها الورقة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول إن إحدى الكاتبات في صحيفة محلية تقول في مدح المسؤولين إنهم لا يعصون الله ما أمر فيفعلون ما يأمرون، هل هذا الكلام صحيح؟ وما توجيه صديقكم في مثل هذا؟ هذا لا غلو، هذا وصف الملائكة، الله وصفها بهذا الملائكة، وصف المخلوقين وصف بني آدم بهذا الوصف، وهذا من الغلو والنفاق والتملق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين من يوزع الأكل في المسجد قبل صلاة عيد الفطر وبين من يوزع الأكل على المصلين؟ والله هذا يعني شيء غاور يا جماعة، غاور أمر يوزع في مصلى العيد، الذي ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياكل كم ثمرات قبل ان يخرج، هل الذي ورد وما ورد ان السلف يوزعون التمر في المساجد في مصليات العيد؟ لا، ونحن لا نتجاوز ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن اراد ان يعمل السنه ياكل الخطبات قبل خروجه من البيت، من اراد ان يعمل السنه يوم عيد الفطر ياكل الثمرات قبل خروجه من بيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، وهذا السائل يقول: رجل مصاب بالمس من السحر، رجل مصاب بالسحر او بالمس ولم يذهب للعلاج عند الروح عند ابي الرقية، هل يذكر في الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم 70,000 من امته يدخلون الجنه بغير كتاب ولا عذاب؟ نرجو ذلك، لكن لا يترك الرقية، ليس معنى هذا أنه يترك الرقية، بل يرقي نفسه هو، يرقي نفسه هو، وإذا أراد أحد أن يرقيه فلا يمتنع من ذلك، هل يرقيه؟ إنما الكلام عند السؤال، يسأل من يرقيه، هذا هو الذي ورد
أنا أن الأفضل استغناء عن الناس. أما أن هو يرضي نفسه أو أن أحد يأتيه ويقول برضيه لم تدع عنها لأنه ما سأل، هذا إحسان فلا يرضى. نعم. أن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ظهر عندنا جماعة تدعي أنها من أهل السنة والجماعة وتقول إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وأن العمل لا يضر إذا كان أصل الإيمان باقي، فجعلوا العمل شرطا تكويليا لا شرطا أساسيا في الإيمان، وأن المعاصي لا تضر الإيمان طالما أن أصل الإيمان باقي. فهل هذا القول صحيح وما توجيه فضيلتكم؟ هذا القول غير صحيح وهو مخالف لما عليه الجمهور، لما الجمهور أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يتكون من ثلاثة أشياء: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. لا يتحقق الإيمان إلا بهذه الثلاثة. أما من يخرج العمل عن الإيمان فهذا من المبتدعة وليس هو من أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل: ما هو المنهج الصحيح الواجب اتباعه عند حصول فتنة ما؟ الله السلامة منها وأن يبتعد عن النفس وأسبابها وأن يبتعد عنها والثبات على الحق ويبتعد عن أهل لا يجانسهم ولا يخالفهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في كتاب الشهادات ما الفرق بين التحمل والشهادة؟ التحمل والأذى أن تدعى إلى شهادة على الحق، تدعى إلى شهادة على عقلك على عقل، هذا التحمل. وأما الأداء فهذا عند القتل، هذا حصل خصومة ودعوك لأداء الشهادة في تحملتها فإني ولا يأبى الشهداء إلى ما قالوا. هذا يشمل تحمل الأداء، إن الشاهد لا يأبى إذا دعي أن يتحمل وإذا دعي أن يؤدي، لأن هذا حفظا للحقوق. نعم. عفى الله عنكم صغيرا. وهذا السائل يقول: أنا رجل أخرج إلى البر يومين أو ثلاث وأصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جاعا وقصرا. يقول: عفى الله عنكم، أنا رجل أخرج إلى البر يومين أو ثلاث الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا وقصرا، هل أصلي سنة الرواتب وسنة الضحى أم أتركها؟ وما هو المشروع في حقي تجاهها؟ إذا كان خروجك قد مسافة القصر 80 كيلو فأكثر فلك أن تقصر الصلاة الرباعية لك أن تأتي، وإذا قصر لا تصلي الراتبة إلا راتبة الفجر حيث أكثر لا حضرا ولا تقصر. أما بقية الرواتب الذي يقلع لا يتركها، لأن هذا هو الذي ورثته السنة إلا راتبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: ما هو ضابط لباس الشهرة للرجال والنساء؟ لباس الشهرة هو الذي يخالف ما عليه المجتمع المسلم، لباس الشهرة هو اللباس الذي يخالف لباس المجتمع المسلم الموافق للسنة فلا يخالفهم، لأنه إذا خالفهم صاروا ينظرون إليه ويستغربون منهم ويكون محل استغراب، ألا يجعل نفسه محلا لنظر الناس واستغرابهم. أما إذا كان المجتمع يخالف السنة في اللباس فإنه يجب عليه أن يخالفهم ويعمل في السنة. أما إذا كان المجتمع يعمل في السنة لباسه على مثل سنة فإنه لا يخالفه بل يمشي معه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأنا على عهدك وعدك ما استطعت؟ نعم، على عهد الله حيث عهد إلى عباده أن يعبدون: على ما عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدون، هذا العهد الذي بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا إياه وأن لا يعبد عينا إلا به،
كما في قوله تعالى في سورة الفجر إنك لتعبدون فاستعين، هذا عهد بين العبد والبشر أن لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به. والوعد وعد الله، الله وعد من وفى بعهده مع الله أنه يؤديه خير الجزاء وأحسن الجزاء، والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا اشتريت سيئين وأعلم أن من حولي فيهم من يسوء بالعين. نعم. يقول عبد الله عنه: إذا اشتريت سيارة جديدة وأعلم أن من حولي فيهم من هو يسيء بعينه. نعم. السؤال: هل هناك سيئة شرعية خاصة أم يختار الصباح والمساء؟ ما يا أخوان الوساوة كل شيء عين وكل طيب العين عين، الواجب المسلم توكل على الله ويترك الوساوس ويحسن الظن بالعين، لا يتساوس من ربهم يصيبون بالعين، توكل على الله ويحسن الظن باخوانه المسلمين. واما استعمال الولد هذا مطلوب، الانسان يستعمل الولد والذكر هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب هذا السائل يقول: ما حكم العمل في بيع محلات بيع الجوالات حيث يستخدمون الكثير من الموسيقى في هذه الأجهزة؟ بإمكانك أنك تحاول إصلاح هذا الشيء وأن لا يبيع فيها موسيقى وأن يجعل فيها رجل بدون موسيقى، فإذا قبل ما تعدل بهذا الشيء وإلا تفتح العموم إلى محل آخر، ابعد عنه إلى محل آخر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة القول في حديث السبعين هذا الواجب فضلهم أن عقرهم هو عقر الصحابة الصغر فقد انتهى ولا يمكن حصوله لأهل هذا الزمان؟ قائل هذا القول جامل مركب مجلد رأي الآلة خاصة بالصحابة، بل كل من انتقر يعني الصفات في اي وقت فانه من السبعين، اذا انتقر يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد هذا ولم يقل هذا في اصحاب الحق. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله. وهذا السائل يقول: انتشر في الايات الاخيره من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ لانه بشر، فارجو من فضيلتكم توضيح ذلك. لا يجوز كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز إشاعة هذا الشيء أن الرسول يخطئ، فقال الرسول يجتهد فيما لم ينزل عليه وحي، يجتهد فيما لم ينزل عليه وحي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال هذا الكلام يعني أنا يتأمل من الرسول ولا داعي لها، إنما هذا عند طلبة العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد أحيانا فيما لم ينزل عليه وحي. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرى أكثر الناس يصلي قبل صلاة الجمعة في 4 ركعات، فما هو أفضل أن ينوي في هذه الركعات؟ هل ينوي أنها تحية المسجد أم ينوي أنها صلاة الضحى؟ ما هو المشروع والأفضل في حال هذا؟ من دخل المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة فإنه يصلي تحية المسجد ركعتين، ثم إن شاء زاد عليها ما شاء من الصلوات، ولو صلى إلى أن يأتي الإمام كان أحسن، ولو صلى في حجة المسجد أو يذكر له معها وهي وجل يتلو القرآن أو يذكر هذا حسن. ومن دخل والإمام يخطب فإنه له لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجميع الوقت يخطب، دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس فقال له صلى الله عليه وسلم: قم فصل في ركعتين. فإذا دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين في هذا الحديث. نعم. وأما بعد الجمعة فالراتبة أقلها ركعتان وأكثرها 6 ركعات، أقلها ركعتان وأكثرها 6 ركعات ب3 تسليمات، هذا أكثر ما ورد. وإن أتى ب4 ركعات في تسليمتين فلا بأس. نعم. أحسن
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لما أرجع إلى بلدي إن شاء الله بفتح الصيف أريد أن أقدم هدية لجميع أهلي. السؤال: هل يجوز أن أقدم هدية؟ يقول: لما أرجع إلى بلدي إن شاء الله بفتح الصيف أقدم هدية لجميع أهلي، هل يجوز إهداء هدية لزوجة أخي أم لا؟ ما المانع من هذا؟ تهدي لإخوانك ولزوجاتك ولأولادك ولمن تستطيع. لا أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموني فقوموا. الحديث: هل نقول إن السنة في القيام للصلاة عند رؤية الإمام أو عند قول المؤذن قد قام الصلاة؟ صحيح أنه عند رؤية الإمام، صحيح أن القيام للصلاة عند رؤية الإمام، لأن الإمام قد يقيم لأن المؤذن قد يقيم والإمام لم يصل إلى مصلاه، فإذا رأى الإمام يقوم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الاستسقاء للرجل إذا كان من فضة أو من حديد؟ لأن بعض الملتزمين يقول يتحرج من ذلك. لبس الفضة هذا جائز للرجل، قد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. الاستسقاء من الفضة يجوز للرجل، إنما الممنوع الخاتم من الذهب. لو أن النبي هو حرام، وخاتم الحديث مكروه، خاتم الحديث مكروه لأنه حلية أهل النار، ولكنه ليس في حرام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل الذي أراد أن يزوجه المرأة التفت ولو خاتما من الحديث، دل على جوازها مع الحرام. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قل من خواتيم ذهب، خواتيم الذهب فالحل حرام على الرجل، خاتم الفضة متمبالي، خاتم الحديث مكروه. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: قلتم إن ما يسمى بالجمعية الآن ضرب أرض مشروط بضرب وبيعتين في بيع، أرجو توضيح ذلك. ما في أوضح من هذا، ما في أوضح من هذا. أرض مشروطة بالضبط، يعني لو لم تقربوه لم تقربوه، وهو بيع بين البيع تقرب بكل شرط على الضبط، والقرض بيع نوع من البيع المبادرة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: قرأت عبر شبكة الإنترنت قال صاحبها: إن المظاهرات من السنن الشرعية، وإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قد سبق أن قاموا بهذه المظاهرات، وأن الذين لا يرون المظاهرات قادمون من أجل الخوف على مصالحهم وبلادهم فقط، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، على أصحابه، لا كانوا يستعملون المظاهرات، هذه من أعمال الكفار، كما أيضا ما لكم في هذه المظاهرات. لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، وانما هي فوضى، انما هي فوضى، ليس فيها حق ولا رد باطل. واما نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء، واما قول الجن يمنعونها يقامون على من قال فقط حسبه الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص اشترى أرضا ثم باعها بحظ الحوض، ثم اشترى أخرى ثم باعها بالحوض، وفعل على ذلك عدة مرات، ثم اشترك في مساهمة من عدة أشهر. سؤال حول هذه المساهمة، السؤال حول هذه المساهمة، هل هو حول الأرض الأولى أم يبني عليها أم يستأنف؟ الحول حول الزرع، حول الأرض كلها، عرض حروف تجارة، الحول حول الدراهم، فإذا تم الحول على الدراهم التي يبيع ويشتري بها فإنه يزكيها مع أرباحها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول:
إذا كنت مسافرا وكان الماء واقرا عندي والقرى قريبة، فهل يجوز أن أتيمم؟ وما الحكم في من فعل ذلك بحكم أنه لا يعرف ماذا يحصل عليه في المستقبل؟ إذا كان الماء لا يرتفع لحاجته وللطهارة فإنه يلوث الماء لحاجته ويتيمم بالتراب. أما إذا كان الماء متوفرا معه يكفي لحاجته ويكفي للطهارة فلا يحل فيه الصيام. أو كان عنده ماء قريب، عنده ماء قريب يستطيع الذهاب إليه فلا يجوز له الصيام. نعم، الله جل وعلا يقول فلم تجد ماء فتيمم. فلم تجد ماء، إذا وجد الماء سواء كان معه متوفرا أو كان قريبا منه فإنه لا يجوز له الصيام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ذكرتم أن الرواتب لا تؤدي في السفر إلا رابعة الفجر. السؤال: هل يترك الوتر أيضا في السفر؟ وهل يترك بقية السنن مثل صلاة الضحى وغيرها؟ قلنا الرواتب، الوتر ليس من الرواتب، الوتر صلاة مستقلة لا يصح لا بالحضر ولا بالسفر. وكذلك السنن في الليل لا مانع من التهجد في الليل. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد على الراحلة أينما توجهت به. وكذلك صلاة الضحى إذا تيسر يصليها يصليها. إنما هذا في الرواتب التي مع الفرائض من أجل أن لا يظن الناس أن هذا من الفريضة، يظنون أن هذا لازم أنها تصلى مع الفريضة، والله يريد التخفيف يصير على الناس حرج من هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يقال بأن العدد الوارد في الحديث 70,000 أنه غير مراد، مثل قوله تعالى: أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك؟ فإن العدد هنا غير مراد، فهل هذا القياس صحيح؟ مش الدليل على أنه غير مراد؟ إذا جبنا دليل على أنه غير مراد سلمنا عليك، أما إلى أن تأتي بدليل فنحن نتوقف عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويا اخواني ارتك اللغات هذه ما لها داعي، ما يمكن ارتك اللغات والتساؤلات هذه داعي وليست عمليه. كيف عندما وقف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الا اذا كان لكم دليل اخر يخصص او يزيد على هذا العدد فلا باس. نعم. السلام الله عليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: في حديث أبي أسيد الساعي رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي من ذر أبوي شيء أقرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهم. سؤال: ما المقصود بالصلاة عليهم؟ الدعاء. مقصود الصلاة عليهما الدعاء لهما. الدعاء يسمى الصلاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: يوجد موقع في الإنترنت تدخل فيه تاريخ ميلاد ثم يخرج لك في أي الأبراج أنت وما هي صفاتك وكيف تكون إذا كنت موظفا أو مدير؟ هذه شعولة، هذه شعولة اتهام خطورة تعيد عنها هذا المدعى عند غيره والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل: قلت ما حكم المرابحة الإسلامية عند البنك الأهلي الإسلامي حيث أنه يقوم بشراء السلعة وامتلاكها ثم يبيعها؟ أفيدوني عن ذلك حيث أني مقدم على شراء سيارة منهم. البنك الأهلي الإسلامي لا يستمر بهذا المعنى، البنك الاهلي الاسلام او البنك الاهلي بس لمعرفه هو البنك الاهلي. والمرابحه اللي يقولون ما يحبنا نظام ولا نفي عنها، ان كان المعنى انهم ياخذون منك الفلوس ويبيعون ويشترون بما اباح الله بجزء من الرزق وشاع بينك وبينهم فهذه هي المرابحه. يعطيهم فلوس وهم يبيعون ويشترون بالسلع المباح على الوجه المشروع وتكون شركاء في الجنة، هذا لا بأس به، هذه هي المبادرة.
أما إن كان غير ذلك من أنظمة البنوك الربوية فليست مغاربة إسلامية ولا مغاربة إسلامية، هذه مغاربة بنكية سموها إسلامية للتلبيس على الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه سائلة تقول: أنا امرأة حامل في الشهور الأولى وينزل معي سائل أصغر أحيانا وأحيانا فيه قدرة، هل أعد هذا الحال السائل والقدرة استحاضة أم لا؟ الحامل لا، إذا كان فيها حمل فإن هذا يعتبر ليخرج منها إن كان دم فهو نذير دم فساد، وأما إن كان أو دم فهذا يعتبر من السوائل النجسة التي تنقض الوضوء، فعليها أن تستنجي إذا خرج منها شيء تستنجي وتضع شيء على المخرج ثم تتوضأ وتصلي، هذا لا يمنع الصلاة لأن الحامل لا تشير، والذي يخرج منها من الدم لا يستعمل فيه دم فساد لا تترك من أجله الصلاة لكنه ينقض الوضوء. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة، السائل يقول: ذهبت بزوجتي إلى أهلها قبل ولادتها، ثم إنها تأخرت عند أهلها فأخذت أمي تعاتبني على ذلك، فقلت لأمي وأنا مغضب وأريد أن أرضيها: والله إن جامعت زوجتي فسوف أجامعك يا أمي، فهل هذا طهار أو يمين طعمة رغم أن قصدي هو إرضاء أمي؟ فقد مر على هذه الحكاية مدة طويلة، فماذا عليك أخي بني جزاك الله خيرا؟ هذا هو الظهار، إذا شبه جماع زوجته بجماع أمه فهذا هو الظهار، عليه أن يكفر كفارة الظهار ولا يقرب زوجته حتى يكفر كفارة الظهار ويعد رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمكن، فإن لم يستطع قيام فإنه 60 مسكين.